عايزين نغير في شكل البروبرتي، ما كانتش عجبانا انها شكلها ايه تكست بوكس، فاحنا عايزين نخليها دروب داون ليست. ازاي اغير في شكل البروبرتي معانا؟ طيب اول حاجه باجي هنا اهو في فانكشن بعملها اوفر رايد زي اي ايه حاجه، فانا حاجه اقول له اوفر رايد. يبقى خلي بالك هي اغلب شغلنا في الويب بارتس تقريبا هو ايه اوفر رايد. حاجه اسمها ايه اديتور، فين 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 اديتور بارت او حاجه كده. اكسس كي كروم اون على طول. كلهم دول ايه ايفنت هاندلنج، ها اون يبقى في ايفنت اسمه ريند بري ريندر، يبقى اون ده الهاندلنج بتاعي اللي هو الفانكشن اللي بتبقى فاضيه. فاكره اي ديليجيت كنا بنعمل له ايه ريندر 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 ريزولف مش عارف ايه تمبلت. وانا في ايه وانا في ال ثانيه واحده تعال نشوفها في الكونتري بس الاول احسن تكون انا مش باين هنا مش عارف. هنشوف كده اوفر رايد اد اللزوم اديتور. هي حاجه هي الويب بارت دي بنسميها اديتور بارت، فعشان كده انا بدور باديتور كرييت اهي كرييت اديتور بارت. انا مش شايف انا مش شايف بس ماشي. انا هاخد الكلام ده ايه كنترول اكس نحطه فين؟ احنا عايزينه فين؟ في السيتي ماشي. ايه الموضوع؟ يبقى في فانكشن كده اسمها كرييت اديتور بارت. الاديتور بارت عباره عن ايه؟ ويب بارت اللي شايله الكنترول بتاع الايه؟ اللي هيتحط في البروبرتي ده اسمه اديتور بارت. يبقى الكنترولز اللي في البروبرتيز دي بنسميها اديتور بارت، فانا بقول له اوفر رايد لايه؟ اديتور بارت كوليكشن. باي ديفولت كرييت اديتور بارت هي موجوده وبيرجع لي كوليكشن، الكوليكشن ده اللي هو مين؟ اللي هو اصلا ظاهر اللي هم دول. لما بقول له اديت اهي اديت يبقى ده كده هما دول الكوليكشن اللي راجع من ايه؟ الايديتور بارت. في جزء كان راجع عن طريق البروبرتيز العاديه اللي هي الويب براوزر، وجزء تاني ظهر عن طريق الايديتور ايه؟ فارس. طب يبقى انا لو لغيت البيز دوت لغيت الريتيرن ده هيرجع لي ايه؟ ايه؟ لو رجعت نل مثلا هيرجع لي ايه؟ تعال نجرب كده. بيلد انا عملت شلت الاوفررايد شلت البيز صح؟ ورجعت له دايما كده ايه؟ نل. فانا لو عملت ديبلوي تعال نشوف المفروض هيطلع حاجه ولا لا، ولا هيضرب اكسبشن اصلا. نجرب نخليها نل ونجرب نخليها نيو بس فاضيه. لو دي ضربت اكسبشن بس تعال نشوف. يبقى تاني هي فانكشن وظيفتها تعمل ايه؟ بترجع لي كوليكشن اوف ايه؟ الايديتور بارتس اللي هيصاروا في البروبرتي. يبقى انا لو عايز ازود المفروض ازود على الكوليكشن ده صح؟ ما امسحوش، لان لو مسحته يبقى انا مسحت اللي موجودين اوريدي، انا عايز ازود عليهم. فانا المفروض اشوف ازاي ازود عليهم واحده، الواحده دي انا اللي هعملها بشكلها، يبقى انا هعمل كلاس اسمه من نوع ايديتور بارت بينهرت من ايديتور بارت وازوده على الايه؟ الكوليكشن ده وخلاص على كده.
فكل القصه ان انا عايز اعرف ازاي اعمل الكلاس بتاع الانسبور ده، شوف ايه الفانكشنز اللي المفروض تتعمل جواه. بس يخلص لغايه ما ريفرش. تعالى احنا نكتب ايه. طيب يبقى الكلام ده مش مناسب قوي، المفروض ان انا اخليها كده، بس انا مش هرجع ده، انا عايز ازود عليهم. يبقى انا هستقبل ده في حاجه وازود عليه، صح؟ كنترول اكس، ممكن استقبل ده في حاجه اهو، ده بيرجع حاجه من نوع ايه؟ اديتور بارت كوليكشن، اللي هو ده اديتور بارت كوليكشن، اديتور بارتس بتساوي. وبعد كده هاجي هنا اهو واقول له ايه؟ اديتور بارتس دوت اد. ينفع؟ مفيش اد للاسف، صح؟ مش نافع ايه؟ اديله اد. طب اعمل ايه؟ ما دام مش نافع اديله اد، تعالى نكريت اوبجكت جديد اديتور بارت كوليكشن. اديتور بارت فين يا عم؟ انت هتزهقني ليه؟ اهو كنترول سي كنترول بي، اسمه اي حاجه بتساوي نيو اديتور بارت ايه؟ كوليكشن. في ثلاثه اوفرلودنج، واحد ما بياخدش حاجه، واحد بياخد كوليكشن اي كوليكشن اوف اديتور ايه؟ بارتس، واحد بياخد حاجتين existing editor part القديم و editor part اللي هتزيد عليهم. يبقى ده انسب واحد عشان ما اضيعش القديم، مع ان كان المفروض الاسهل انه كان يعمل لي دوت اد وخلاص وارجعه. كان الاسهل والمنطق بيقول ايه؟ كان يخليها فيها اد وايه ويرجعهم لي، بس هو ما فيش اد للاسف. يبقى انا الحل الوحيد اللي عندي ان انا اشتغل بمين؟ بدي، ان انا بديله new editor part بياخد مني حاجتين ال existings اللي هم مين؟ دول، صح؟ control c ادي ال existing كاما، ومحتاج مني ايه؟ كوليكشن اوف اديتور ايه؟ بارتس. يبقى انا هعمل اي كوليكشن من اديتور بارت، اللي هو هعمل له ليست مثلا من اديتور اي كوليكشن، اي حاجه بتنمبلمنت اي كوليكشن، يبقى ليست اوف اديتور بارت وادي له ايه؟ الليست ايه؟ يبقى انا هعمل ليست اوف اديتور بارت، سوري ليست مش شايفها، اقول له يوزنج اسمها ماي اديتور بارت بتساوي نيو ليست، مش كده؟ طبعا دي لسه فاضيه، كل ما كاريت بقى عايز اكاريت بقى كنترول 2 3 10 في البروبرتيز، كاريت اديتور بارت و2 و3 و10 واحطهم في الايه؟ في الليسته دي. وبعد كده هقول له ايه؟ ابعت لي ماي ايه؟ هنا اهو تاني واحده ماي ايه؟ اديتور بارت. وريترن مين في الاخر؟ الاس اس. خلصت؟ يبقى ناقص كل العمليه ان انا ازود ايه؟ في الليسته دي الاديتور بارتس بتوعي. تاني اللي انا عملته، تعالى الاول نفتح ونشوف ايه اللي حصل. لو جيت هنا قلت له اديت البيج، انا كنت بوظت السيتي دي، صح؟ رجعت له ايه؟ نل. قلت له اديت الويب بارت، المفروض ان هو ايه؟ هيجيب لي، بس هو جاب الحاجات بس المفروض انها الستاندرد مش الاديتور بارت، ما كانش في حاجه اصلا، فانا جاب لي ايه؟ نفس، بس المفروض لو في اي اديتور بارت المفروض ما اضيعهاش وازود على الكوليكشن، الكوليكشن ده المفروض ما امسحوش. ماشي؟ ستوب. تعالى نكمل. يبقى تاني انا باوفر رايت فانكشن اسمها كريت اديتور بارت، بترجع لي كوليكشن اوف اديتور بارت، باي ديفولت بترجع لي كوليكشن موجود، انا مش عايز اضيعه لحسن يكون في اي اديتور بارت، فانا بعمل له ايه؟ بكريت اوبجكت من اديتور بارت كوليكشن، كونستراكتور بياخد القديم والجديد. فانا اديته القديم اللي هو بيز، والجديد اللي هو ايه؟ ماي اديتور بارت. ماي اديتور بارت ده عباره عن ليست اوف اديتور ايه؟ بارت. حلو؟ كلام جميل. طيب عايز اعمل ماي اون اديتور بارت بقى عشان احط الدروب داون ليست فيها، اعمل ايه؟ اجي كاريت كلاس اد. طبعا اكريته فين؟ ممكن نعمل فولدر كلاسز حاجه ليا، وجيت هنا اهو رحت قايل ايه؟ نيو ايتم او كلاس هنسميه ايه؟ ماي اديتور بارت او كونتري اديتور بارت، صح؟ عشان اعمله للكونتري. اهم حاجه انه انهرت من ايه؟ اديتور بارت. جميل؟ يبقى اهم حاجه ان انا ايه؟ انهرت من اديتور بارت. يبقى انا كل اللي كنت هغيره هنا بدل ما اعمل كده هاجي هنا اهو اقول له ماي اديتور بارت دوت اد لمين؟ اكريت اوبجكت من ايه؟ تعالى نكريته الاول
country auditor part. Using اسمه editor part بتساوي new ايه country editor part. واجي هنا اقول له ايه السي اي بي صح كده؟ لا بس في حته ناقصه مهمه قوي لازم اعملها ان انا بدي له اي دي كويس؟ اي دي ده بياخد حاجه من نوع ايه؟ سترينج فانا بدي له ايه؟ اي دي اسميه اي حاجه حماده اديتور و بدي له تقريبا كمان حاجه اللي هي تايتل حماده قال لي بياخد string get the programmatic identifier assigned to the server control. طبعا انا ممكن اديله اي دي جويد بس ايا كان حماده تعال نشوف ايه اللي هيحصل كويس build هيبدا يزعل ليه هيزعل؟ قال لي حاجتين اول اللي قال لي ايه؟ ان it does country editor part does not implement inherited abstract member function يبقى في function abstract جوه الكلاس اللي اسمه editor ايه part وانا بانهرت منه يبقى المفروض implement كل الحاجات اللي ايه الابستراكت فانكشن والا هبقى انا كمان abstract يبقى كان المفروض ان انا اجي هنا اهو اقول له implement الابستراكت كلاس يبقى ده abstract كلاس فهينزل لي فيه اتنين function لازم اعمل لهم ايه override يا دول مهمين قوي يبقى كده كده انا مضطر اعمل override للتو functions دول واحده اسمها apply changes واحده اسمها ايه sync changes بيعملوا ايه؟ الله اعلم دلوقتي. طب انا هعمل ايه هنا؟ تفتكروا هنعمل ايه؟ override. بالمناسبه الايديتور بارت از ويب بارت فانا فيها create child controls فيها create child controls وفيها كل حاجه فمفيش مشكله ان انا اشتغل على ايه؟ create child control. انا عايز اعمل ايه؟ مش انا كنت عايز اعمل drop down list؟ يبقى انا هعمل drop down list اهو drop down list عادي خالص دي ويب بارت اكنها ويب بارت عادية خالص ماشي كل العملية هي ويب بارت بس زاد عليها التو فانكشنز اللي احنا لسه هنشوف بيعملوا ايه سي ويب بارت فانا هعمل دروب داون ليست اسمه دي دي ال اندرسكور كونتري ان كان وبعد كده هقول له هنا ايه دي دي ال اندرسكور كونتري بتساوي نيو ايه دروب داون ليست عايز املاهم حملهم ازاي تعالى ناخدها من كونتري ادي عم من كونتري اللي هو بتاع ايه الباينز فين الباينت هقول الباينت اللي هم دول تك كنترول سي وبرده كنترولز دوت اد بالظبط زي بتاعت الكونتري انا ما عملتش حاجه مختلفه هي بالظبط بتاعت الايه الكونتري وبعدين خلصت حاجه هنا اقول له ايه ايه دول بقى دول تو فانكشنز واحده عشان البروبرتي تتابديت من الكنترول من الويب بارت يعني انت دلوقتي عملت اديت للويب بارت بتاعت السيتي صح؟ فهو عايز يعرف يغير في الدروب داون ليست يوقفها على اني كونتري مش ممكن يبقى الكنترول ده كان واقف على كونتري معينه او بتاع كونتري بيجيب السيتيز بتوع كونتري معينه فعشان يابلاي كونتري يوقفها على الكونتري اللي هو كان مختارها لما يفتح الكنترول فدي واحده بتعملها كده الثانيه العكس بتاخد من الكنترول ده وترمي لايه؟ للويب بارت كان الاثنين بيكلموا بعض واحد اهو بياخد من الويب بارت ايديت لما اجي اقول له كده ايديت كويس فانا دلوقتي فتح لي البروبرتي اهو عندي كونتري دروب داون ليست بتاع الكونتري المفروض انه يبقى واقف على مين دلوقتي؟ ايجيبت لما ليه؟ لان هنا كانت المفروض الاي دي بتاع الكونتري جوه الكنترول دوت كانت ايجيبت فالمفروض يجيب هي طبعا المفروض يبقى نال لان دي دلوقتي نال مش بايجيبت بس المفروض يجيبها لي بايه؟ بنط والعكس لو انا اخترت من هنا حاجه يو اس اي المفروض يفكت هنا ولا لا؟ فهم دول التو فانكشن واحد وهو بيقرا من هنا لهنا عشان يفتحها واقفه على المكان المظبوط والثاني عشان لما اقول له ابلاي ياخد من هنا يرمي ايه؟ في الويب بارت فهم دول التو فانكشن عشان كده لازم اعمل لهم ايه؟ امبلمنتيشن تعالى نعمل لهم امبلمنتيشن تفتكر دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه؟ نعم كانها بتاعت زرار ابلاي يبقى زرار ابلاي والسينك هي ايه اللي هيابديت من الويب بارت في الايه في البروبرتيز يبقى الابلاي هي بتاعت الزرار بتاع الابلاي بتاع البروبرتيز يبقى المفروض اعمل ايه في الابلاي اغير بقى في ها عايز اغير في ايه الدروب داون ليست بتاع ايه
السيتي اجيبه منين السيتي؟ في حاجه اسمها ويب بارد، ويب بارد في اسمها ايه؟ اوثرايزد ويب بارت ايه؟ ايه دي؟ بروبرتي كده كده بتبقى موجوده جوه الاديتور بارت، شايله هو انهي ويب بارت اللي ايه؟ اللي بتكلمها. اللي هي هتجيب لي مين؟ السيتي. يبقى كده بقت دي هي اللي ايه؟ تعبر عن السيتي ايه؟ ويب بارت. اقدر اكستال سيتي ويب بارت ولا لا؟ سيتي ويب بارت يوزنج، مش شايفها ليه؟ ما اسمهاش سيتي ويب بارت، اسمها ايه؟ سيتي مش عارف فيجوال اهو ده صح؟ ويب بارت بتسيب وكاست الايه؟ هو زعلان ولا بيلد؟ في نيمس كيس كتير يوزنج داتا تيبل يوزنج وال سيتي مش عارف ايه. هو شايفها ولا مش شايفها؟ نعم شايفها نيم سبيس. هو ليه شايفها نيم سبيس؟ في نيم سبيس اسمه كده يبقى دوت. ولا تزعلي خلاص ماشي. يعني انا كده عملت ايه؟ جبت الويب بارت بتاعتي. بعد ما جبتها ليه انا جبتها؟ عشان عايز اغير في البروبرتي اللي هناك صح؟ يبقى انا حاجه اقول له سيتي ويب بارت دوت البروبرتي كان اسمها ايه؟ كونتري اي دي مالها هتساوي ايه؟ الدروب داون ليست دوت سيلكتد ايه؟ سيلكتد فاليو. يبقى انا ابلاي هاخد من الدروب داون ليست اللي في البروبرتيز مش كده؟ واروح اديها ايه؟ في الاي في الاي دي اكاستو طبعا لان دي انتجر ودي ايه؟ سترنج. يبقى لازم ايه؟ اكاستو مش متضرر عشان هي نالبل. انتجر دوت ايه؟ بارس بس طبعا ممكن يكون الفيجوال ستوديو بس مهيز معلق فكان هيقول لي ايه؟ مشكله ما علينا. المهم فانا قلت له ايه؟ بارس اهو حطها ايه؟ حطها فيه. طيب محتاج اعمل حاجه ثانيه؟ محتاج ابين؟ ولا في البروبرتي كنت مبايند؟ انا ظبطتها هناك في البروبرتي خلاص مش محتاج. يبقى انا مش محتاج. طيب الثانيه بتعمل ايه؟ ولازم ارجع ايه؟ بوليان. البوليان ده فايدته ايه؟ عشان لما يدوس ابلاي لو انا رجعت له فولس ها هيديك ايرور مش هيقدر يقفل مش هيقدر يقفل البروبرتيز يقول لك في مشكله حصلت. لو رجعت له ترو يبقى كده تمت بسلام والتغيير حصل فايه يقفل وايه؟ ويكمل. يبقى انا المفروض ارجع له ايه؟ ترو صح؟ كده امتى رجع له فولس؟ لو انا بعمل تراي وكاتش مثلا ودي هتضرب اكسبشن مثلا فاقول له لا دي ضربت اكسبشن فرجع له فولس يبقى ايه؟ حاول تاني ماشي. طيب جميل. سينك هتعمل ايه؟ سينك العكس بقى هتاخد منين تحط فين؟ هتاخد من الاي دي تحطه في الايه؟ في دروب داون ليست. يبقى انا حاجه اقول له ان الدروب داون ليست كونتري دوت سيلكتد فاليو صح هتساوي ايه؟ السيتي. نفس الكلام اجيب الكلام ده صح كنترول سي كنترول في واجي اقول له ايه سيتي ويب بارت دوت الايه كونتري اي دي وده ايه سترنج يبقى ده حوله لسترنج دوت ايه سترنج. هو ما بترجعش حاجه صعبه. واحده بتاخد من الدروب داون ليست اللي في الاديتور بارت تحطها في الايه بروبرتي بتاع السيتي. واحده بتاخد من السيتي البروبرتي وتحطها في الايه في الدروب داون ليست. بيلد ديبلوي انا قعدت هنا ولا لسه؟ متاكد بس من الكود ده بالمره. احنا عملنا هنا ايه تاني اهو
عملنا ايه؟ ليست اوف فور بارت، اديتور بارت، حطيت فيها ايه؟ عملت نيو ظبطتها وقتها على ايه؟ يبقى انا كريت اوبجكت من الكونتري اديتور بارت اللي انا عملتها وحطيتها على الكوليكشن دي وزودتها على الايه؟ الكوليكشن اللي راجع من ايه؟ كريت اديتور بارت. تعالى نريفرش الصفحه ونشوف ايه اللي هيحصل. ايوه انت في اللاوعي. ايوه عارف اللي هو نايم اكلينيكيا. نايم الساعه كام؟ كنت في فرح صح؟ اه والله. امال ايه اللي حصل؟ كريم صح. يلا يا ابني خلص. خلص. قلت له ايديت اهي. قلت له ايديت اوبجكت ريفرنس نوت 6 انسنس ايه اوبجكت حاجه حلوه قوي. اني واحد بقى اللي بنل طبعا الله اعلم نعمل ايه؟ نتاش بروسس. تفتكر اني واحده اللي ضربت نل هنا ولا جوه الايديتور بارت؟ هو قايل كونتري ايديتور بارت ايه؟ السينك. مين اللي جايب نل؟ الدروب داون ليست. اه يبقى المفروض اعمل ايه؟ انشور تشايلد كنترولز هنا وكمان فين؟ برضو هنا احتياطي صح؟ مش هستخدم الدروب داون ليست. يقول له انشور تشايلد ايه؟ برضو ديبلوي فريش. ترتيب الكولينج بتاعها مش معروف. اللي عملها عملها كده للاسف. الله اعلم مش عارف. انا مش عارف لان الكولينج بتاعها ترتيبه بالنسبه لي ما بقاش معروف. فهو بيحصل في لحظه ما. طب انا عايز اتاكد انه اتندى. لو اتندى خلاص فانا بضطر انده على الفانكشن اللي ملهاش اي 30 لازم زي انت تقول كده اسمها انشورت شارت كنترول. ما عنديش حل اخر يعني. طلع عشان كان في حاجه بنال اللي هي دروب داون ليست كان بنال. يعني لما جيت عملت ايديت ضرب. فهو كان السبب ان انا ابلاي تشينجز انا بكلم الدروب داون ليست كان بنال في الاغلب لاني ما كنتش عامل ايه؟ مش انا بكريت الدروب داون ليست في الانشور في الشايلد كنترول. فهو تقريبا ما كان نادى عليها قبل ما يندى على ايه؟ كريت شايلد كنترول فما لقاش الدروب داون ليست لقاها بنال فضرب. لكن دلوقتي انا عملت ايه؟ عملت انشور شايلد كنترول فالمفروض انه ايه؟ اتاكد انه ندى عليها. فانا عملت كده ايديت هو ضرب هنا في الحته دي بالظبط. دلوقتي ما ايه ما ضربش وبقى عندي ايه بدل تكست بوكس بقى ايه دروب داون ليست. طيب لو هل هو اشتغل صح؟ اه. طب لو غيرت وقلت له ابلاي هيشتغل صح؟ تعال نشوف. اشتغل صح اهو. شيء جميل وشيء مبدع. بس خلي بالك بقى دي ليها لازمه ولا ملهاش لازمه؟ ليه؟ يبقى عندي الاثنين. واحده احط الاي دي واحده يحطها بالدروب داون ليست. لا انا مش شغال ولا لا. ايوه بس ليها لازمه لا. ولا كده ممكن الخبطه اصلا. فما بقاش ليها لازمه. المفروض اعمل ايه؟ اشيلها. اشيلها ازاي يعني؟ هل اشيلها خالص ولا انا محتاج البروبرتي كده كده؟ انا محتاجها مش انا استخدمتها في الايديتور بارت. اشيل الاتريبيوت كل القصه اهو. يبقى كل العمليه ان انا عايز اشيل ايه؟ مش عايزها ويب ايه؟ براوزبل. ومش عايزها مش عايز ديسكريبشن ومش عايز الحاجه الوحيده اللي المفروض اسيبها هي بيرسونلايزبل بالمناسبه يعني. هل ممكن اشيلها؟ تعال نشيلها خالص ونشوف هتشتغل ولا لا.
انا اعتقد ان البيرسوناليزر لازم احطها ديبلوي. المفروض ان مبقاش ليها اي لازمه والمفروض انها كده ايه. نعم لليوزر، بس هل هو بيستخدم البروبرتي ولا بيستخدم الايديتور بارت؟ بس الايديتور بارت بيتكلم البروبرتي، عشان كده لازم في الاغلب تبقى ايه بيرسوناليزر. تعال نشوف كده اللي بيحصل اهو. ريفرش اخر حاجه هنعملها نفس الفكره تقريبا، عشان اقول لك ان في حاجات كتيره بتعمل بنفس الطريقه، اللي هي الفيربز. الفيربز اللي هي ايه الدروب داون ليست ده، ده اسمه ايه فيربز. فانا لو عايز ازود عليهم لينكايه جديده ازودها ازاي؟ نفس الفكره تقريبا، نفس الطريقه تقريبا هنعملها دلوقتي مع بعض. لغايه ما ريفرش تعالى نبدا فيها. عايز ازود ايتم جديد في الفيربز، باجي اعمل ايه؟ نفس الطريقه، اعمل ايه؟ اوفر رايد. اوفر رايد مين؟ في حاجه اسمها ايه؟ فيربز. بس فيربز دي المره دي ايه؟ بروبرتي، مفيش مشكله خالص. يبقى ساعات بتبقى بروبرتي وساعات بتبقى ايه؟ بس البروبرتي بترجع ايه؟ كولكشن اللي هو القدام مع ايه؟ مع جداد. نفس الفكره بالظبط صح؟ انا نفس القصه. يبقى انا المفروض ان انا ازود عليهم. ازود عليهم ازاي؟ يبقى انا حاجه هنا اهو، اعمل ويب بارت. تعالى نتاكد الكولكشن بيز دوت فيربز، بيز دوت فيربز. هل ينفع اقول له عليهم اد على طول وخلاص؟ مفيش. يبقى نفس الكلام. يبقى انا هضطر اعمل ايه؟ اعمل ماي اون كولكشن اهو، اسمه اي حاجه، فيربز اي حاجه، بتساوي نيو، بتاخد مني ايه؟ القديم والايه؟ القديم والجديد، اللي هو بيز دوت فيربز. نفس الفكره بالظبط، التكرار يعلم الشطار. والكولكشن بتاعي اللي انا هعمله، يبقى انا هعمل كولكشن ليست اوف ايه بقى؟ فيربز ويب بارت فيرب، ويب بارت فيرب كويس. هسميها ايه؟ ماي فيربز بتساوي ايه؟ نيو ليست جديده، وادي له هنا ايه الليسته بتاعتي اهي ماي فيربز. وبعد كده اقعد عليها ايه؟ يبقى انا لازم اعمل كلاس انهرت من ايه ولا مش محتاج؟ تعال نشوف. لو انا حكريت ويب بارت فيرب، ويب بارت فيرب اسمه فيرب ماي اي حاجه بتساوي نيو، هل انا محتاج كاريت اوف كلاس؟ مش شرط. بياخد ايه وايه؟ اي دي وسترنج كلاينت كليك هاندلر، او سترنج اي دي وايفنت ايه؟ يعني ايه ايفنت هاندلر؟ مش ده ديليجيت؟ يعني اسم فانكشن؟ يبقى كاني بقول له ايه؟ خد الاسم اللي هيظهر او الحاجه اللي هتظهر، الاي دي بس لسه هديها، ممكن الاي دي هو اللي بيظهر او تايتل، محتاج اديله تايتل كمان، ممكن ابقى اديله التايتل بعدين. بس هو بياخد ايه؟ الاي دي رقم، والمفروض اديله تايتل عشان يظهر، كان اللينكايه اسم اللينكايه، والفانكشن اللي هيرنها لما تدوس على اللينكايه صح؟ واعمل فيها اللي انت عايزه بقى الفانكشن، انت حر. ما دام ديليجيت يبقى هو بس كل عمليه ان انا ايه؟ هديله اسم الفانكشن اللي انا هكلمها. طيب تعالى نعملهم اهو، ادي الاي دي، قلت له ايه؟ اي دي بياخد ايه؟ سترنج اي حاجه، حماد ده فيرب كويس؟ وادي له ايه؟ عايز فانكشن ويب بارت ايفنت هاندلر. طب اديها له ازاي دي؟ شكلها عامل ازاي؟ ابسط طريقه اقول له ايه؟ ويب بارت، ويب بارت ايفنت هاندلر. فين هي؟ اهو جو تو ديفينيشن، شكلها عامل ازاي؟ اهي بتاخد اوبجكت سندر وايه؟ ويب بارت ايفنت ايه؟ اركس. ادي يا عم شكلها. يبقى انا اي فانكشن بالمنظر ايه؟ بالمنظر ده اهي تنفع اهي. فانا هاجي هنا اهو اعمل فانكشن بابليك اسمها ايه؟ اي حاجه، فيرب ايه؟ فيرب هاندلر، بترجع ايه؟ فويد اسمها فيرب او ماي فيرب هاندلر. وبياخد قلنا شكلها عامل ازاي؟ اوبجكت سندر وايه؟ صح؟ واجي امسح الكلام ده وادي له هنا اسم الايه؟ الفانكشن. عايز اديها تايتل دوت تايتل عشان ايه؟ دوت تكست بتساوي حماده تكست.
كويس. وبعد كده هزوده على الليست بتاعتي اللي اسمها ماي فيربز دوت اد لمين؟ للفي. وكده كده الليست كلها اتقال صح؟ يبقى الفيربز هي عباره عن اكنها لينكين هتندى على فانكشن. اعمل بقى اللي انت عايزه في فانكشن ان شاء الله تعمل ايه الا اللي انت حر. فانا دلوقتي ما بعملش حاجه في الفانكشن يبقى مش هتعمل حاجه. لو انا عايز اعمل حاجه هعمل ايه؟ ها دوكيمنت دوت رايت مثلا. انا في البيج بيج دوت دوكيمنت ولا دوت ايه؟ نعم ريسبونس دوت رايت بيج دوت ريسبونس دوت رايت. صح ريسبونس دوت رايت. عايزين تراي تو ايه؟ اليرت مثلا سكريبت اليرت اليرت هاي اي حاجه ماشي. استنى بتاع ايه؟ بتاع الـ سوري هقول له ايه؟ verbs في حد صاحي نايمة بس صح نايمة بس تمويه في error. ايه يا عم الايرور؟ زعلان ليه؟ The best overload method match 4 كذا بتاخد يا سلام ولا تزعل يا بسيطة يا سيدي. نيو اسمه ايه؟ ويب بارت مش كده؟ ويب بارت فيرب ولا اسمه ايه؟ الهاندلر اسمه ايه؟ ويب بارت اسمه ايه؟ منيل على عينه صح؟ ادي له عم ايه؟ لو على الفسحه برضو مش عارف بياخد string وبياخد web port event handler اهو new web port ويب بارت ايفنت هاندلر مش فيرب ايفنت هاندلر. احنا عملنا واحد غلط ماشي. شكله عامل ازاي؟ اوبجكت ويب بارت ايفنت هاندلر ويب بارت ايفنت هاندلر بس كده. هو ده اللي مزعل ماشي. بيلد ديبلوي احنا اخترنا بس هاندلر غلط يعني. successfully refresh. احنا كده خلصنا تقريبا الويب بورت. فهمنا مش هحتاج اكتر من كده في الويب بورت تقريبا. هعمل ايه تاني في الويب بورت غير ان انا عملت الويب بورت؟ عملت كونكشن ما بين ويب بورت، عملت بروبرتي والبروبرتي غيرت في شكلها، زودت في الايه؟ في الفيربس. لو في حاجات تانية هتلاقيها اوفر رايد برضه فانكشن اوفر رايد، وهتلاقي الموضوع ايه؟ نفس الفكره تقريبا. لو اصلنا اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده وفي الديفلوبمنت ده اللي هو الايه؟ ايفنت ايه؟ ريسيفرز. الايفنت ريسيفرز بس ما نخلص ده وبعد كده نتكلم على الايفنت ريسيفرز. مش تاخد وقت ان شاء الله. يلا يا حبيب. هي حاجه شبه الفيتشر ريسيفر. فيتشر ريسيفر كانت عباره عن ايه؟ فاكرين الفيتشر ريسيفرز؟ كانت ايفنتس. ايفنتس على مستوى الايه؟ الفيتشر صح؟ لما الفيتشر تاكتيفيت، لما الفيتشر دي اكتيفيت، لما الفيتشر تنستول، لما الفيتشر مش عارف دي انستول صح؟ ايديت ريبورت تراك ظهر لي انا كنت بعمل ايه؟ فيربس بقى عندي حماده ايه؟ يبقى التكست هو اللي بيظهر لما ادوس عليه طلع لي ايه؟ الارت. ده هو فعلا نفذ الفانكشن وراح طلع لي ايه؟ الارت من جوه الايه؟ الفانكشن. نفس الكلام حماده تكست في اي ايه؟ بس طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل بوست باك طبعا. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها تعالى نشوف كده. لو انا جيت اعمل اد في البروجكت بتاعي اد نيو ايتم
تعال نبص على انواع الايتمز كده ونشوف احنا ناقص لنا منهم ايه، خدنا منهم ايه وناقص لنا ايه. اول حاجه سيرفر ويب، سيرفر ويب بورت، سيرفر لايت ويب بورت، هي ويب بورت بس معموله بالسيرفر لايت نجاوب بيها. ويب وفيجوال ويب بورت، وفيجوال ويب بورت الفورم سوليوشن، الفورم سوليوشن والويب ايه بورت، كل دول خلصناهم. ليست عارفين دي كانت ايه؟ اللي هي كانت فيتشر، كان نوع من انواع الفيتشر اللي انا بعمل ليست منه حاجتين، ليست انستنس وليست ايه تمبلت، فاكرين؟ والثانيه ايفنت ريسيفر، دي اللي لسه ما خدمناش عليها، دي اللي ناقصانا دلوقتي. كونتنت تايب، فيتشر بتاعت الكونتنت تايب. ورك فلوز، ده كل ده ورك ايه فلو لسه هتاخدوه. بزنس كونكتيفيتي، ده هتاخدوها في الادفانسد. والامتي اليمنت اللي قلنا ممكن نعمل بيها حاجات كتيره جدا. وابلكيشن بيج عملناها، سايد كولم ستيل فيتشر، موديول شفناه النهارده ان هو بيعمل ايه، يكوبي فايل في ايه في لايبرري. فانت لو عايز تعمل سايد بيج او ويكي بيج صح، اعملها ازاي بكود؟ هعمل الصفحه كود واروح عامل موديول يرميها في الايه في اي لايبرري من بتوع الايه ويكي بيج، مظبوط؟ فلو عايز اعمل صفحه مش ابلكيشن بيج، عايز اعمل صفحه عاديه، فانا هعملها بالايه بالمنظر ده كده. سايت ديفينيشنز برضو لسه ما اتكلمناش عليه، اللي هو ايه، بعمل تمبلت بتاع السايت، بعمل سايت ايه تمبلت، انا بعمل تمبلت من التمبلتس بس بعملها بالكود ماشي، بس اسمها سايت ديفينيشن، دي مختلفه شويه عن التمبلت، هتاخدوها برضو في الادفانسد. واخر حاجه كانت الايه يوزر كنترول، تعاملنا معاها مع الابلكيشن بيج. فاحنا تقريبا اللي ناقص لنا فعلا هو مين، الايفنت ايه ريسيفر. تعال نشوف ايه الايفنت ريسيفر ده. اول ما قلت له ان انا عايز اعمل ايفنت ريسيفر، فقال لي ايه، انت عايز تعمل نوعه ايه الايفنت ريسيفر؟ ليست ايفنت، عايز تعمل ايفنت على الليست، يبقى الايفنت ريسيفر دي كل الايفنتس تقريبا، مش ما لهمش علاقه بالفيتشر، يبقى الفيتشر ليها ايفنتس خاصه بيها اللي اسمها فيتشر ريسيفر، لكن بقيه الايفنتس مجمعينهم في حاجه اسمها الايفنت ايه ريسيفرز. فانا عايز مثلا لما اد ليست، لما اد ايتم في ليست، لما ديليت ايتم من الليست، لما ابديت ايتم في الليست، دي كلها اسمها ايفنت ريسيفر، دي ايفنت اسمها ايفنت ريسيفرز. فانا هنا اهو دي الايفنتس اللي على مستوى الليست، في ايفنتس على مستوى الايه ايتم، في ايفنتس على مستوى ليست ايميل ايفنتس زي ذا ليست ريسيف ان ايميل مسج، لو الليست جالها ايميل من حته. ويب ايفنتس، يبقى الايفنتس على ايه، على مستوى الايه الويب او السايت. واخر حاجه ليست ورك فلو ايه ايفنتس. فانت بتختار اللي انت عايزه. انا عايز اعمل مثلا ليست ايفنتس، طيب بيبدا يقول لك انواع الايفنتس الموجودين. فاكرين الفيتشر كان فيه اون اب في الاكتيفيت والدي اكتيفيت، الانستول والان انستول، دول كان اربع انواع للايه للفيتشر ريسيفر، لكن هنا على حسب نوع الايفنت. فانت مثلا على الليست في ايه افيلد ووز اد، لو في فيلد اد كولم اتاد على الليست دي يبقى ده ايفنت اهو. لو في فيلد از بينج بيجين بينج ادد، يعني لسه هيبدا واتاد ولا لسه هيتاد، كانه تريجر، ما هو ايفنت هيتاد ولا خلاص اتاد. فاكرين الحاجات الايفنتس عاده بيبقى قبل الادنج وبعد الادنج زي ما انت عايز، ريموفد ومش عارف ايه، ريموفينج وريموفد وبينج ريموفد، ابديت ومش عارف، بختار اللي انا عايز اعمل لهم ايه. طب لو ما اخترتش حاجه خالص، او اخترت واحد وبعد كده طلع بالغلط غلطت فيه وعايز اعدله، اعمل ايه؟ ولا حاجه، هو في الاخر عمل كلاس بينهرت من ايه؟ اس بي ليست ايفنت ريسيفر، لو انا عايزه بتاع الايتم يبقى اس بي ليست ايتم ايفنت ريسيفر، يبقى على حسب انت بتعمل ايه. وهتلاقي كل واحد من دول في شويه ايه فانكشن بعملها ايه، يبقى كانت التشيك بوكس دي عباره عن ايه اوفررايد، يعمل لك الاوفررايد بالمره ولا لا. فانت لو عايز تزود عليهم حاجه هقول له ايه، ادي هم تاني، هم موجودين تاني، فالتشيك بوكس اللي في الاول دي ولا حاجه، مجرد بس عشان يكتب لك الاوفررايد. فانا بعمل اوفررايد للفانكشن اللي انا ايه محتاجها، انا كده معناها فيلد ايه ادد، ولو كولم زاد اعمل ايه، وبعت لك هنا معلومه شويه معلومات عن الايه ايفنت ارجز، يعني عن الحاجه الفيلد اللي اتاد مثلا. تعال نشوف كده البروبرتيز فيها ايه، بروبرتيز دوت، هتلاقي مثلا فيها الفيلد، فيلد نيم، انا بقيت فيلد صح، هو على اي ليست. طب هو دي كده هتركب على كل انواع الليست ولا هتركب على ليست معينه؟ ده سؤالك صح؟ كده انا بركب على ايه؟ تفتكر هي كده ركبت على حاجه؟ انا كده ما حددتوش ليست معينه. ليست يبقى كده عموما على اي ليست صح؟ الايفنت ده ايه؟ هيحصل. طب انا عايزهم على ليست معينه اعمل ايه؟ يبقى تيجي هنا اهو تتشيك على النوع بتاع الليست وتطبق ولا ما تطبقش؟ لكن هي في الاخر وان ايه؟ ايفنت ريسيفر على كل الليست،
ماشي. فانت بتعمل الايفنت وبعد كده بتعمل if else if else if else لو انت عايز كل حاجة ليها ايه شكل مختلف. والله لو هي task list اعمل كذا، لو هي مش عارف ايه list اعمل حاجة تانية وهكذا. ماشي. الموضوع صعب، محتاج اكتب هنا حاجة مش محتاج، على حسب انت عايز تعمل ايه. ده object model بقى عيش، اعمل اللي انت شايفه مناسب يتنفذ لما ايه الفيلد يتقاد. ماشي. طب هو عمل ايه برضو؟ تعال نشوف هو عمل ايه. هل هو اد فيتشر ولا اد ايه؟ تعال نشوف الفيتشر كده. هل اد حاجه في الفيتشر؟ ايفنت ايه؟ ريسيفر. ادي الفيتشر. عندي حاجه اسمها ايه؟ ايفنت ريسيفر. ايليمنت ايه؟ مانيفست. يبقى فعلا يبقى الايفنت ريسيفر ليه ايه؟ ايليمنت. والايفنت ريسيفر عباره عن سي شارب كلاس اللي احنا عملناه اللي بينهرت، مش كده؟ وجوه في الايليمنتس عمل ايه؟ تاج جديده اول مره نشوفها اسمها ايه؟ ريسيفرز. ريسيفر عشان يقول له والله ان ده عباره عن ايفنت ريسيفر، ده اسمه ايفنت ريسيفر مش عارف فيلد اد تايب فيلد اد السمبلي موجود في انهي دي للاعب، الكلاس اللي اسمه كذا، السيكونس نمبر اسمه كذا، ترتيبه يعني. طيب في حاجه ثانيه ممكن ادها سورس تايب، ان انا ممكن احدد له السورس لو انا عايز احدده على نوع ايه معين في الاغلب. فانا لو مش شرط اعملها بايف كونديشن جوه، انا ممكن ايه اعمل ايفنت ريسيفر على نوع ايه محدد. يبقى في حاجات ثانيه ما كانتش ظاهره اهي، او يو ار ال محدد، ده انا مش عايزه نوع، ده انا عايزه على ايه لسته بعينها مثلا. في الاغلب اقدر ايه اعمل الكلام دوت، مش لازم اعملها بايف ايه انز. اوكي. وبعد كده عمل الكلاس اللي احنا متعودين عليه وخلص على كده، خلص كده مفيش ايه مفيش حاجه ثانيه. حد عنده اسئله؟ هو عملها كلها عمل كلاس، يبقى هو الايفنت ريسيفر معناه ايه؟ كله بيعمله في از فيتشر واحده. عايز انت تقسمهم فيتشرز، اعمل نيو فيتشر اهو اسمها اي حاجه. اوكي. واجي هنا اقول له والله خليه الايفنت ريسيفر في الفيتشر دي، واجي في الثاني اشيل منها الايفنت ايه؟ صح؟ براحتي بقى. يبقى الفيتشر دي فيها دول والفيتشر الثانيه فيها ال يعني ممكن بتشير بوينت ديسيبل كل دول باسم الفيتشر، بس تخش على الفيتشر وتعمل ديسيبل ويبقى كل هتلاقيهم اتشالوا، او لو ما اتشالوش يبقى اعمل فيتشر ريسيفر وشيل لو انت عايز تشيلهم يعني. ماشي. يبقى تقسيمه الفيتشرز دي براحتك بمزاجك، بس هو الديفولت بتاعه بيعمل ايه؟ وان فيتشر بيحط فيها كل البروجكت الواحد، بيعمل له وان فيتشر بيحط فيها كل الحاجات بتاعت الفيتشر دي. حد عنده اسئله؟ ريسيفرز دول ملهمش مكان بيبان فيه في العشيقه، هما يعني ركبوا على الليست، محدش عارف ان في ايفنت ريسيفر. لا هو ايفنت بيحصل. هو اليوزر المفروض البقال المفروض يعرف ان في هنا ايفنت ريسيفر بيحصل، ولا ده بيزنس لوجيك؟ اكنه ورك فلو راكب صح؟ زي الفيتشرز ده من ناحيه الفيتشرز بتبان مش للبقال، ده للادمن. مش شرط ده مش هيبان، ده بيهيفير بيحصل في الران تايم. ماشي. حد عنده اي اسئله؟ كل سنه طيبين. كل مثلا ما انا قلت لك لو عايز اسبيسيفاي